أنا حمدي متولي رشوان نصير، عمدة قرية المحاميد بحري أرمنت. القرية اللي هي فيها مشكلة ابننا كرولوس. الموضوع ده طبعا ساعة ما حصل سمعت أنا على الفول، وبعد ما سمعت توجهت إلى المكان اللي هم مقيمين فيه إخواننا المسيحيين، وفضلت متواجد في المنطقة اللي هم عايشين فيها إخواننا المسيحيين من حوالي الساعة 5 مساء إلى الساعة 10 مساء. بعد ما حدثت مشادات كلامية اتصلت على الجهات الأمنية، وحضرت الجهات الأمنية على الفور. قررنا اجتماع في بيت العيلة في مجلس مدينة أرمنت بقيادة العميد علي الجزار رئيس مجلس مدينة أرمنت. كان خطأ غير مقصود، والعمدة وضح ذلك في جلسات الصلح، لكن طبعا في بعض الأشخاص لا يعنيهم صلح البلد أو سلام البلد تناقل الأخبار بطريقة أوسع. المهم يعني حصل الخطأ واعتذرنا عليه أمام الجميع، والقيادات البلد من الأخوة الأفاضل المسلمين احتووا الموقف جدا وفهموا الموقف، تفهموا الواقع اللي حصل.